ابو بكر الصديق احمد شغل اواجي وبرزع من الانتخابات دي برزع منها جامد يعني يعني ربنا بيرزقنا وبنتمنى ان يعني انتخابات وبنتمنى كمان ان يمدوها النهارده كمان يوم كمان والله يمدوها زي انتخابات الرئاسه كده ما مدوها يوم. اليوم ده بيبقى مختلف معاك عن يعني الايام طبعا العاديه. ايوه الايام الانتخابات بتبقى مختلفه يعني الشغل انت انت معاك برضو ابنك مش كده؟ ابنك معاك. انت اسمك ايه يا حبيبي؟ انت شغال مع بابا؟ على طول بتعمل شاي وكده؟ في المدرسه ولا لا؟ سنه كام؟ خمسه. ماشي يا حبيبي ربنا يقويك.